لو الحكاية فيها إن فيتو أو رئيس الجمهورية نخاطب عدد من الحضور المقيمين ونخاطب الكثير من المقاعد الشاغرة، حركت في الصالة اليوم تؤكد ذلك الكلام. إذا لم نهتم بمصير بلادنا ومستقبلنا، ونحن فقط حفلات الافتتاح عشان رئيس الوزراء وعشان التصوير وعشان نجلس في الصفوف الأولى، كيف نستطيع أن نبني أوطان في هذا إلى كل مجهود من كل مجهود؟ الجلسة اليوم تمثل لب العملية التنموية في أي دولة. هل السياسات المالية والضريبية والنقدية تحفز عملية التنمية أم تحبط؟ الضرائب في أي مكان هي أداة تخطيط وليس أداة جباية، وكذلك الجباية. ومعاني أجلس إلى يمين معالي إلا أنه في كثير من بلدان أصبحت وزارة المالية هي المسؤولة عن التشريعات الضريبية والمالية، بينما هي وزارة الخزانة وليست وزارة التخطيط. السياسات المالية والنقدية يجب أن توضع في ورش العصر الذهني وأن تكون مسؤولية الجهة المسؤولة عن التخطيط في دولنا. يخص مصر، كتب لواليه على مصر: لا يكن همك عمارة الخزانة فتخرب الأرض وتخرب الخزانة، وليكن همك إعمار الأرض فتعمر الأرض وتعمر الخزانة. هذه القاعدة الضريبية الرائعة التي لا يمكن وضع خطة أحسن منها تمثل المحرك الأساسي للتنمية.